ندير حاجة، أنا بنفكر في حاجة لازم الناس معاهم. بداية الرسم يعني من وأنا صغير كنت يعني كان في يعني رسوم متحركة وانيميشن كنت أنا ديما أتفرج عليهم، وكان يعني يجذب فيها تصميم تاعهم، فكنت نحاول إني شنو نقلد التصميم تاع الرسمات هذينا وباش أنا نقدر نلعب باللعبة، كان اسمها يوكيو، فكانت هذه البداية بتاعتي. الناس اللي مش متقبلين فكرة أو الناس اللي مازال ما وصلهمش الفكرة مثلا ويعني حتى المواد بحكم يعني بقول لك الميول هنا في بلادنا، يعني ما تحس ان الفن شيء مركزين أو مسطين عليه ضي واجد، لذلك فكانت من هذه من الصعوبات، حيث ما فيش أدوات واجد، ما فيش خام واجد، فكان في صعوبة اني اقدر يعني نطور نفسي بشكل أسرع، لان كان يعني الموضوع مش كل الدعم اللوجستي متوفر. يعني فحبيت اني يعني ندير تحديات، وحبيت اني نجرب حاجات جديده، ويعني ما زلت قاعد نكتشف الموضوع، ما زلت نحاول نطور نفسي، ممكن في يوم من الايام نديروا يعني كيف نقول لك خانه جديده في الفن، او حاجه جديده، او نظام جديد للرسامين غير الرسم الاعتيادي المعروف.